زي ما قلت لحضراتكم انه بخصوص المصريين اللي كانوا موجودين ايضا في هذا العراك، مواقع اخباريه كتير جدا تناولت خبر انه هيتم ترحيلهم، ولكن من اخر التصريحات اللي موجوده هي للسفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجيه للقطاع القنصلي والمصريين في الخارج، قال انه القنصليه المصريه في الكويت بتبذل مجهود كبير جدا وتدخلت في هذا الموضوع، وبتحاول ان هي تساهم في وقف قرار ترحيل المصريين من الكويت الى مصر. دي اخر التصريحات الرسميه في هذا السياق، ويمكن السفير ياسر عاطف حينما يعود الينا الان هنستفسر منه على هذا او عن هذا الموضوع، وايضا بخصوص اعتذار الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سمو الامير امير الكويت طبعا، نساله ايضا هل فعلا قدم اعتذار ولا لا. انما اعتقد انه الشيء المؤكد انه امير الكويت الحقيقه كان اجرى اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم اليه واجب العزاء في وفاه الشاب المصري الذي توفاه الله احمد عاطف فرغلي.